السلام عليكم إخواني متابعي قناة مواشي. إخواني حبيت نهضر على هذه العشبة الضارة في الأرض اللي اسمها الحمراية. الحمراية هذه ما تاكلهاش الغنم، دوماج، حتى تيبس سواس وتحطم باه تاكلها الغنم. تاكلها الغنم صغيرة قبل ما تسبل كما هاك راكم تشوفوا فيها، ولكن لوفي أنها تسبل كما هذه كما هاك ودير السبولة هكا صحيح ما تاكلهاش، وتضطروا انكم تخلوها حتى تيبس. هي مفيدة جدا كي تكون خضرة، كي تكون خضرة ومازال ما درتش السبول كيما هاك، كيما قلنا تكون لساعة مازال ما خرجتش السبول، يكون عندها فائدة ما شاء الله عند الغنم، تزيين الغنم منها ما شاء الله، وتحبس الماكلة تاع الصوف. تحبس الماكلة تاع الصوف كي تكون كيما هاك. ولكن إذا دارت السبولة ما تاكلهاش الغنم وتضطر انك تخليها حتى تيبس وتحطم باه تطلق الغنم تاعك عليها. هي تخسر الارض صراحه، تخسر الارض وتبقى في الارض كل عام، كل ما تسقي الارض تبقى. الزميل هذا ربي كثر خيره اللي اعطاني لوتوريزاسيون باه نصورها، عندها حوالي 4 سنوات ما حبتش تخطي له الارض، مع انه هذا الارض من المفروض راه داير فيها غلة أخرى، ولكن ما خرجتش الغلة. راكم تشوفوا في الصفصفة كيفاش صغيرة، ما حبتش كاع تخرج، هاي وين حبتش تخرج كامل وغلبتها هذه. ربي يحفظكم خوتي، والسلام عليكم.